ديال الرميد ما فيهمش هذاك الرقم تماما. لهذا خرج وزير الماليه والموقع ديال وزاره الداخليه راه خرج واحد النموذج التطبيقي الرقم ديال التغطيه الصحيه اللي كاين تحت الصوره ديال رب الاسره، لان هذا تضامن مع الاسر. اذا خرج هذاك التوضيح على اساس 2 الناس يصيفطوا واحد الاس ام اس من التليفون. التليفون اللي صيفطتي منه هو التليفون اللي غادي يجيك منه المحفظه الالكترونيه، تجي فيه المحفظه الالكترونيه واللي يمكن لك تاخذ المقابل المالي ديالها من اي بلاصه فيها الكاش. يعني يمكن لك تمشي حتى المحطه ديال الوقود وتوريهم هذاك الشيء وتاخذ المقابل المالي باش نقللوا الامكانيات لحالة الزحام، لان راه عندنا التجربه ديال تيسير فاش نجمعوا في بريد المغرب. الان لا، درت واحد المنظومه اللي هي ميسره، كان باز دوني كبيره، لانك انت فاش ترسل هذاك الرقم ديال التغطيه الصحيه غادي توقع العمليه ديال التتبع ديالو، لان كاين واحد القاعده معلوماتيه ضخمه. ولكن الفلسفه الاساسيه هو ان واحد عنده الرميد، جوج توقف على العمل بسبب الفيروس ديال كورونا، الدوله ديالو ما غاديش تنساه او تخلى عليه. اتبقى لنا واحد الفئه اللي مساكن ما داخلينش في الرميد، الرميد راه مسجله فيه مجموع المسجلين 12 مليون، ما يعادل 4 مليون ديال الاسر، هذا هو التقدير يعني كمتوسط. ولكن في المقابل كاين عندنا واحد الفئه اللي ما عندهمش الرميد، ما مسجلينش في الرميد، كاين عنده واحد الدخل اللي هو كبر. هذه الفئه هذه ما عندها الرميد، ما عندها سي ان اس اس، حتى هي ما يمكنش نتخلاو عليها. وراه ان شاء الله المنصه الرقميه في مبدئيا نهايه الاسبوع المقبل يعني الجمعه مثلا غادي تكون هذيك المنصه موجوده باش الناس يديروا التصريحات ديالهم. فاش يحطوا التصريحات ديالهم يتمكنوا انذاك من انهم يدخلوا في المنظومه ديال الدعم اللي غتكون شهر ابريل وماي ويونيو، 3 شهور بواحد المجهود كبير.